خلافا العديد من الدول بالعالم، تلعب السيدة الأمريكية الأولى دورا كبيرا خلال محطات زوجها المختلفة منذ ترشيحه لغاية نهاية ولايته الرئاسية، وربما أكثر من ذلك على اعتبار أنها ستصبح شخصية عامة، بالإضافة إلى كون الأمريكيين يولون اهتماما كبيرا للعائلة الأولى. والأعين اليوم على ميشيل أوباما وآن رومني. التنافس الانتخابي بين الرئيس المنتهية ولاية باراك أوباما والجمهوري ميت رومني بلغ مراحل متقدمة، وفي المجتمع الأمريكي زوجات المترشحين يلعبن دورا مهما في تفاصيل الحملة الانتخابية ونتائجها، وهذا تقليد أمريكي معروف. الناخبون الأمريكيون اليوم أمام خيارين، إما أن رومني السيدة البيضاء المنحدرة من عائلة ثرية، أو ميشيل أوباما الأمريكية من أصول إفريقية التي يصفونها بالمتواضعة. في الحقيقة هذا ما يخلق حاجز بين آن رومني والمنتخب الأمريكي، بينما يشعر المنتخب الأمريكي أن ميشيل أوباما هي أقرب له. الشخصيتان متناقضتان إلى حد ما، هكذا يرى الكثير من الأمريكيين، وكلاهما ينشط في الأمور الاجتماعية والإنسانية بشكل مستمر لخدمة قضية الزوج وهي الفوز برئاسة البلد، لكن مع ذلك يصر البعض على أن الناخب سينتخب الرئيس وليس زوجته. زوجات المرشحين يجب أن يبقين خارج نطاق الحملات الانتخابية، لأن التركيز يجب أن ينحصر على المشاكل الاقتصادية والسياسية. في تامبا بفلوريدا شكل خطاب آن رومني مفاجأة بالنسبة للكثيرين، فقد بدت مرتاحة خلوقة وجذابة بلباسها الأحمر، والأكثر من ذلك أنها قدمت خطابا على مقاس العائلة الأمريكية، فقد ركزت على فكرة الحب وقالت أنه يجعلني دوما مبتسمة. كان الخطاب دعما لرومني حيث كسرت فكرة بعده عن واقع الناس. الأمريكي لا يعرفه كشخص، وساعدت آن رومني أن تعرف به كشخص، وفي هذا ومن هذه الناحية في إضافة ثقل كبير للحملات الانتخابية لميت رومني. بالنسبة للأمريكيين، السيدة الأمريكية الحالية ميشيل أوباما غنية عن التعريف، أكثر من ذلك فهي من أكثر سيدات البيت الأبيض نشاطا، وقد يصعب نسيانها، كانت حاضرة باستمرار في القضايا الاجتماعية وقادت قضايا إنسانية بكل فاعلية. نحن نعرف أهمية تأثير الزوجات في الانتخابات، ولكن ميشيل أوباما كانت ملتزمة في أمور العائلة وشؤون العالم الإنسانية. النسوان حيصوتوا غالباً لميشيل أوباما لأنه كتير بيحبوها وأوريدي بيشبهوها كتير من زمان لجاكي كينيدي، وبتلبس هي البيرلز تبعها وهيك، وبيحبوا ذوقها باللبس. وبانتظار الحسم المؤكد أن من يترشح لرئاسة الولايات المتحدة ربما عليه أن يكون متوازناً ومستقراً عائلياً، ويمنح الكثير من العطف لأولاده وزوجته. ويذكر التاريخ السياسي الأمريكي أن سياسيين كبار تم إقصاؤهم فقط لأسباب تتعلق بالعائلة. ألان درغام لبرنامج اليوم، واشنطن.